نعرفوا باللي الأبناء ديالنا في المدارس وفي المؤسسات التعليمية كيتم حشد الأذهان ديالهم بمجموعة من المعلومات ومجموعة من المعارف اللي صراحة كتشكل لهم واحد المجموعة من الإجهاد، لا من ناحية ديال الحفظ، لا من ناحية ديال التحضير، لا من ناحية ديال المسايرة كذلك لهاد المواد ديالهم اللي كتكون مواد مرهقة جدا. وبالتالي كنلقاو بأن النتائج الدراسية ديالهم كتكون أقل من إمكانياتهم ومن قدراتهم، بالتالي تقدر تؤدي يعني الفشل الدراسي. وهاد الفشل الدراسي كيجعل بعض الآباء والأمهات كي ينتابهم واحد النوع من القلق، واحد النوع من التوتر فيما يخص المسار الدراسي للأبناء ديالهم. وكيف ما كنعرفوا باللي احنا كاملين آباء وأمهات كنبغيو الأفضل للأبناء ديالنا، إذا خاصنا نبحثوا على يعني مجموعة من المنهجيات، مجموعة من التقنيات، مجموعة من الوسائل اللي تساعدهم وتمكنهم أنهم يسيروا المسار الدراسي ديالهم بطريقة صحيحة وبطريقة إيجابية. واليوم إن شاء الله غنشوفوا أن من أهم هذه التقنيات هي تقنيات تنشيط الدماغ الأوسط، واللي عطت واحد النتائج مبهرة في مجال التحصيل الدراسي لمجموعة من الأطفال. أشنا هو تنشيط الدماغ الأوسط؟ إذا ضروري خاصنا نعرفه. أولا أشنا هو الدماغ؟ الدماغ هو الجهاز الموجود في جمجمة الإنسان كما كيعرف الجميع هذه المعلومة. والدماغ كيتكون من المخ والمخيخ والجذع الدماغي. إذا الجذع الدماغي هو واحد يعني واحد الجزء اللي كيتكون كذلك من ثلاثة ديال الأجزاء اللي هما الجسر والمهاد والدماغ الأوسط، وهذا الجزء هو اللي كيهمنا حنايا في الدماغ البشري اللي هو الدماغ الأوسط. والدماغ الأوسط بطبيعة الحال كيكون فوق الجسر، والجسر كاين فوق النخاع المستطيل اللي كيتصل بالحبل الشوكي واللي كيجي من وراهم المخيخ. إذا الدماغ الأوسط هو داك الجزء اللي كيقوم بتنسيق العمليات ما بين الجهاز العصبي والمخ والعكس صحيح، يعني تنسيق العمليات بين المخ كذلك والجهاز العصبي. وهذا الجزء اللي هو الدماغ الأوسط كيلعب عدة وظائف، أهمها أنه كيعالج لنا البيانات الواردة من الجهاز العصبي، وتيقوم بالتنسيق والتوازن بين عمل شقي الدماغ الأيمن والأيسر. هنا فاش كنقولوا بأن هذه التقنية ديال الدماغ الأوسط هي واحد التقنية لتحسين وظيفة الدماغ الأوسط اللي هو الجسر بين الدماغ الأيمن والأيسر، وهذا الجسر كينشط وكيسمح باسترجاع المعلومات بين الدماغ الأيمن والأيسر، الأمر اللي كيزيد من الكفاءة في التعلم واستيعاب المعلومات. كذلك الدماغ الأوسط كيزيد من حدة وقوة الحواس عند الإنسان، كذلك كيقوم بتكثيف عمليات الجسم وأنشطة الجهاز العصبي بناء على الظروف المناخية المحيطة بالجسم. وبطبيعة الحال تنشيط الدماغ الأوسط كيخدم
وظائف هامة في حركة الجسم، وبالأخص حركة العين والمعالجة السمعية والبصرية. وهادشي كيوقع داخل الدماغ وبين المنطقتين اللي كتوجد في الدماغ الأمامي والدماغ الخلفي. وهذا الدماغ الأوسط أو الدماغ المتوسط أو منتصف الدماغ هو واحد الجزء صغير نسبيا عن باقي الأجزاء ديال الدماغ. وهذا الدماغ الأوسط هو اللي كيقوم بنقل الأوامر من المخ إلى جميع أعضاء الجسم، وكذلك ينقل المعلومات الحسية من أعضاء الجسم إلى المخ، وكيتحكم في وظائف الجسم لا إرادية، كذلك يتحكم في الوعي وفي اليقظة وفي النوم وفي الإحساس بالألم. نتائج البرنامج بطبيعة الحال نتائج كثيرة وكثيرة بزاف، ومن أهمها أن الطفل كيتحسن عنده التركيز والانتباه، كيتحسن عنده قدرة التخيل والإبداع، وكذلك كيتحسن عنده مستوى التذكر، الثقة بالنفس، كذلك الثقة في القدرات والاستقرار النفسي والانفعالي، وتفعيل قدرات وتوظيف شقي الدماغ الأيمن والأيسر. كذلك كنجدوا أن قدراته في القراءة كتولي أسرع وأفضل استيعاب، كذلك كيولي عنده واحد نوع من التحسن في التقنيات الفنية والأنشطة الرياضية، وكتزيد عنده مهارة التواصل والتفاعل الاجتماعي. هذا البرنامج أو هذه التقنية اللي هي تقنية الدماغ الأوسط كيتم التعرف على الأشياء والأشكال والألوان والقراءة بأعين مغمضة، بحيث كيتمكن هذا الطفل من بعد ما كيستافد من مجموعة من التمارين اللي كتعقبهم واحد موسيقى علاجية، كيتم التمكن من رؤية واكتشاف الألوان، كذلك يتمكن الطفل من التعرف على الأشكال، كذلك كيستطع أنه يركب أشكال ويلون، يحاول أنه يقرأ أرقام وجمال وفقرات ونصوص، ويقرأ كذلك عن بعد كل هذه الأشياء وهذه العمليات بأعين مغمضة. لماذا يقرأ ويتعرف على ألوان وأشكال وحروف وأرقام ونصوص بأعين مغمضة؟ بطبيعة الحال باش نبينوا قدرة الحواس، وباش نبينوا كذلك أن الدماغ مدرب ويمكن له يعالج لنا المعلومات الواردة من الحواس الأخرى. برنامج تنشيط الدماغ الأوسط هو من أقوى البرامج التدريبية التعلمية اللي كتمكن الأطفال والأبناء من تحسين قدراتهم المعرفية، وكيمكن كذلك من تدريب الأطفال على فهم وتصور الأشياء البصرية بدون رؤية، بحيث يمكن تدريبهم ليكونوا قدرات جيدة وقدرة على القراءة السريعة مع التركيز الأفضل. وهذا التقنية اللي هي تقنية تنشيط الدماغ الأوسط من أهم التقنيات اللي كتعتمد على الدماغ. الفئات العمرية اللي ممكن أنها تستفد من هذه التقنية، الفئات العمرية بطبيعة الحال كيتم التقسيم ديالها بناء على الحزم الدماغية. إذا الفئة الأولى عندنا من 6 سنوات إلى 12 سنة، والفئة الثانية من 13 سنة إلى 18 سنة، والفئة الثالثة من 19 سنة فما فوق.
الفئة يعني حسب دراسات ديال العلماء والخبراء في هذا المجال، الفئة اللي كلقاو بأنها كتعطي نتائج باهرة واضحة وكتبان يعني على 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 الطفل في المجال الدراسي وفي التحصيل الدراسي، هي الفئة العمرية الأولى يعني من 6 سنوات إلى 12 سنة. إذا كيف ذلك؟ بطبيعة الحال في هاد الفترة العمرية كنجدوا بأن الأطفال كيكون عندهم الإدراك الواعي جيد جدا، والتلقي والتحليل كذلك كيكون جيد جدا، بحكم أن الحواجز الذهنية كتكون عندهم قليلة بزاف، وبالتالي كيتم الإعطاء ديالهم واحد الجرعات من التحفيز اللي كيستطيعوا من خلالها أنهم يديروا يعني يقوموا بأشياء كثيرة وأكثر يعني أكثر يعني عملية، بحيث لا يمكن تصديقها يعني من الوهلة الأولى. مدة البرنامج إن شاء الله كتكون مدتها 3 أشهر، حيث كيستفد الطفل أو الإبن من حصص تدريبية كتجاوز 32 ساعة على مدى 3 أشهر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.